نظمت المديرية العامة للسياحة في دهوك عددا من دوراتها وورش العمل لخريجي الكليات والمعاهد السياحية الاختصاصية لتطوير أدائهم بغية إيجاد فرص عمل مستقبلية لهم. طبعا لدينا حوالي 900 مرفقا سياحيا في محافظة دهوك بعد فتح الدورات لخريجي الكليات والمعاهد السياحية. سنحاول إيجاد أكبر عدد من فرص العمل لهم في هذه المراكز والمرافق السياحية، كما لدينا جميع المقومات الأخرى السياحية في محافظة دهوك. نسعى بكل طاقتنا مع الهيئة العامة للسياحة ومع إدارة المحافظة لتطوير هذا القطاع وتأمين أرضية جيدة للأجانب الوافدين إلى هذه الأماكن السياحية.